هذه ليست حفلة زفاف، وإنما فقرة استعراضية في معرض الأعراس السادس الذي افتتحته الأميرة صالحة بنت عاصم يوم الخميس الماضي. المعرض الذي فتح أبوابه للجمهور مدة 3 أيام شهد عروضاً للأزياء والمجوهرات وعروضاً لأحدث صيحات المكياج وفساتين الأعراس، بالإضافة إلى عروض الرقص التي تعكس مدى التطور الذي يشهده سوق الأعراس في المملكة. أكيد سنة عن سنة المعرض عم بكبر وعم بيقوى. السنة معنا والحمد لله حوالي 40 شركة مشاركة، معظمها من الأردن وفي شركات من لبنان ومن خارج دول عربية. الشركات بتتميز السنة بأنها عاملة مجهود كتير كبير حتى تعرض منتجاتها بطريقة كتير حلوة جميلة ورائعة. احنا هاي سادس سنة بنشترك فيها والحمد لله الفيدباك إيجابية كل مرة وفي إقبال، فالحمد لله يعني في فايدة منها، والواحد لازم يكون دائما متواجد بالسوق وتابع لخطوط الموضة يعني، ونفرج العرايس المقبلين على الزواج ايش في عندنا كمان. طبعا تنظيم المعرض للسنة السادسة على التوالي يعني نجاح هذا المعرض ونجاح الناس المقبلين ونجاح الشركات الراعية لهذا المهرجان ونجاح للشركات المنظمة ونجاح للزوار والناس المقبلين على الزواج، لأنه المقبل على الزواج بيجي بلاقي كل اللي بده اياه في مكان واحد تحت سقف واحد، ما في داعي يدور، ما في داعي يغلب حاله. المعرض وفر مجموعة متكاملة من مستلزمات العرس، حيث تضمن كل ما يخص المرأة من مستلزمات الأناقة والجمال التي تحتاج إليها الفتاة المقبلة على الزواج، كما ضم عددا كبيرا من الشركات والفنادق ووكلاء السياحة والسفر الذين عرضوا منتجاتهم لمساعدة العروسين على جعل حفلهما أكثر روعة وجمالا ليبقى في الذاكرة إلى الأبد. صراحة هو معرض كتير حلو وأنا أول مرة بزوره، ويعني بيختصر على الناس الوقت، يعني بتلاقي كل شيء بتلاقيه موجود هون، فهذا يعني بيساعد اللي عنده يعني يضيف فكره كذا شيء لعرسه كثير حلو. في عنا ويدنج بالصيف، فاكيد بهم التصوير، بهمني دي جي، بهمنا الزفه، فانه يعني نشوف كل الموضوع لغايه هلا. وشكل المعرض الهاما للجمهور ممن يخططون ليوم العمر، الأمر الذي ساعدهم في عملية التحضير لحفلة الزفاف والأعياد والمناسبات الاجتماعية لا سيما مباركات الزواج. للسنة السادسة على التوالي يقدم معرض العرائس كافة مستلزمات العرس وليلة العمر التي ستحفر في ذاكرة العروس والعريس. نبارك لجميع المقبلين على الزواج وبالرفاهي والبنين. لبرنامج دنيا يا دنيا إلين يوسف.